ترأس سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة صندوق الأمل اجتماع مجلس إدارة صندوق الأمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية. وفي بداية الاجتماع أشاد سعادة الوزير بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأعضاء في سبيل الوصول إلى تحقيق أهداف الصندوق الرامية لدعم المشروعات الشبابية والمتميزة القابلة للنمو وتوفير الدعم اللازم لها، مشيدا في الوقت ذاته بالنتائج الإيجابية التي حققتها مبادرات وبرامج صندوق الأمل والصدى الواسع لتلك البرامج والتي كان لها تأثيرا واضحا على الاستثمارات الشبابية. كما تم خلال الاجتماع مناقشة التقرير الذي سيرفعه مجلس الإدارة إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، بجانب مناقشة نتائج برنامج المواهب في الربع الأول من العام والأهداف التي تحققت. وفي نهاية الاجتماع أكد المؤيد على أهمية مواصلة العمل بكل جد من أجل إنجاح المبادرات التي يقدمها الصندوق تجاه رواد الأعمال الشباب والعمل على تقديم الدعم والمساندة لهم للنهوض بمشروعاتهم.